السلام عليكم. ازيك يا علي؟ مرحبا يا اخبارك ايه؟ طنطا تمام؟ الحمد لله. حلوه القعده على باب البيت دي كده لطيفه. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 25. 25 سنه؟ دخلت المدرسه يا علي؟ لا خالص خالص، ماليش طالع اصلا مدارس، ما بحبهمش اصلا. ما بتحبش المدارس ليه؟ كده انت ليك اصحاب من سنك مش كده؟ اه. بيقعدوا معاك هنا بقى ولا بتخرج معاهم بره؟ انا بقعد معاهم بره. اه. ساعات مثلا واحد ايه سواق عربيه هندار اسمه رضا، في اي مشوار بياخدني معاه. اما بتيجي تاكل يا علي بتاكل بنفسك ولا ممكن لازم حد ياكلك؟ ساعات باكل نفسي وساعات ابويا ساعات حد بياكل. انت بتروح تركب مع اصحابك سواقين التوك توك؟ اه انا بركب اي توك توك. يعني هما بيتباركوا بيك علشان رزقهم بيزيد لما بتركب معاهم؟ الناس الزبائن اللي في التكاب توك توك ده كان ناس بتخاف مني كده. اي واحد اما بيجي يركب توك توك يخاف مني. طب ليه؟ وانا عملت لكم ايه؟ ما عملتلكوش حاجه. طب هو ايه اللي بيخوفه منك؟ انا اهو خلقه ربنا، هتعمل ايه؟ ما شافكش قبل كده خالص. بس اهل البلد هنا كلهم عارفينك. البلد ده بره وجوه وبره وجوه بالبلد. ده انا يا جدع بروح بركه السبع ببص الاقي واحد بيقول لي اتفضل اتفضل يا علي تعالى اشرب شاي. الناس عرفوك بالاسم يا علي؟ انت مبسوط؟ مبسوط يا علي. مبسوط مبسوط والحمد لله. طيب علي معلش ثانيه واحده، عايز بس اسال ست الوالده على حاجه. ايه يابا اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك يا ام علي؟ بيسلمك. عامله ايه؟ الحمد لله. هو علي ابنك الكبير؟ لا الصغير. الصغير اخر العنقود. اخر حاجه. طب انا عايز اسالك بقى على علي كده، ايه حكايته؟ ايه المشاكل اللي قابلتك في تربيته وهو صغير، في اكله في شربه؟ هو بصراحة يعني ما قابلتنيش مشاكل في تربيته، هو عشان هو ربنا يعني هداله الحال كده عادي، بقى يرضى عادي وكل حاجة عادي لما بقى عمره وفى يعني الرضاعة. وبعد كده بقى ياكل عادي يعني. انت اللي بتأكليه بنفسك؟ ابوه وانا، احنا الاثنين يعني بنأكل انا او ابوه. في اموره الشخصية بقى بتعملي ايه؟ انت لغايه دلوقتي انت اللي بتحميه؟ بشطفه عادي. وهو بيلبس نفسه برضه، هو ممكن يلبس نفسه دلوقتي حاليا يعني. كنتيش بتتمني كده طبعا في وقت من الاوقات انه يبقى زي اخواته؟ طبعا. ازاي بقى؟ شيل ولاده؟ لا طبعا كتير. كتير بتمنى طبعا. بس طبعا دي مش في ايد الواحد بقى. بس هو في التعليم انتوا ما فكرتوش انه يخش مدرسه ولا كده؟ حالته ديت ما يعني ما سمحت لناش بقى اللي احنا نودي مدرسه ولا يجي له مدرس. لا ناس على قدنا بقى طبعا، المدرس والحاجات دي عايزه ناس خاصه، ماديا مش مقدرتنا. وبعدين هو برده كان صغير بقى كده، عشان اشيله انا واوديه وانا بروح الغيط مع ابوه، ساعات بطلع اشتغل. ايه اللي اخواته ممكن يعملوه وبيزعل؟ لو حشوه عن حاجه ما يخرجش يعني، هو دايما واروحوا بره. روحوا في حاجه اسمها بره مع السواقين والكلام. ما بيحبش قعده البيت؟ لا لا لا، بيفضل قاعد مقدر وزعلان ومكتوم مع نفسه يعني. شايفه مستقبل علي ازاي؟ مستقبله بقى عند ربنا يعني. يعني ببقى ازعل في نفسي بقى يعني، يا ترى برضو احنا دلوقتي حنينين عليه وكويس كده، يا ترى اللي بعدين هيبقوا كده زينا برضو؟ وبقول يا رب بقى، وربنا يجعلهم ايه احن مننا. وانا شايفه ان الناس كلها اللي بره دول بيحبوه، يومين ما كانوا بيقولوا المعوقين بيقدموا لهم وكده. عملت له ورقه، هو بيقبض يعني من الشؤون الاجتماعيه، بيدوا له يعني 200 جنيه. طبعا 200 جنيه من الوقت الوقت ده بقى. بتخافي عليه من ايه يا ماما؟ بخاف عليه من الناس اللي هم الناس اللي هم ايه يعني المؤاخذه، اللي هم الناس اللي هم بيمشوا بقى في السكك دول مش حاسب. ممكن حد ياخده، مش ممكن تحصل دي. فدايما بقرط عليه بقى من كده. اما بتوع بلدنا كلهم يا شيخ بيحبوه. بعد اذنك هاخد علي ونروح نتمشى شويه. تودينا القهوه اللي انت بتقعد عليها؟ عادي. يلا تعالى وديني القهوه بقى. مين بقى من اصحابك بيبقى على القهوه على طول بتقعد معاه؟ انا ساعات بقعد لوحدي وساعات بقعد معاه مع اصحابي وساعات بقعد مع نفسي. وانت مقضي اليوم كله بره يا علي؟ بتعمل ايه بقى؟ انا بقى بتعود على السهر. تعودت انت على السهر من زمان؟ على السهر. انا بقعد هنا على الموقف هنا. هنا على الموقف هنا بتاع الميكروباصات والتكاتك. التكاتك دي كده. قاعد بسير. ما يسهل لك يا عم. انت جربت تشرب شيشه وقلت مش هشربها تاني؟
انا جربتها بقى السبع بقى جربتها ولقيت ايه جت صدري بقى جت اسد صدري وقت الدكتور الدكتور قال لي انت عاوز تموت ولا عاوز تعيش؟ قلت له عاوز اعيش قال لي خلاص ابعد عنها. ليه قلت له انا عايز اعيش؟ كده بقى بتعود على الدنيا وبس عاوز اعيش بقى خلاص حبيت الدنيا والدنيا حبيتني. بتحب ايه في الدنيا يا علي؟ كتير بحب السواقين دي بحب في كل الرجاله دي دنيا. يعني نقعد هنا على المصطبه دي؟ ولا نقعد فين؟ تقعد هنا؟ بحب اقعد في الظل عشان مش عاوز الشمس حاميه. بتحب انت الشمس؟ طيب بسم الله بسم الله. انت بيقولوا ان انت اقصر راجل في مصر ويمكن في العالم كمان مش كده؟ شايف انه ده شهرة على مستوى العالم؟ اشهر يعني في مصطيح وفركة السبب وسيفته تبرور اي حد اشتهرت سبب الناس عرفتك كلها ايه بقى؟ مش عارف تعرفش او حد من بره قال له كده بعض عادي ويجوا يصوروني هنا واللي عادي يعني الدنيا كلها على السيارة. يلا بينا يلا حبيبي يلا فين صاحبك بتاع التوك توك؟ اوريك اهو بقى واحد هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبع مكانات سبع مكانات اللي واقفة دول اصحابك كلهم بقى عايز تركب انا توك التوك توك اللي انت يعجبك عايز اساعدك؟ انت بتعرف تسوق يا علي؟ لا ساعات وساعات ولا بتقعد جنب اللي بيسوق؟ بقعد جنب اللي بيسوق. طيب انت بتعرف تدور؟ يا حاج طيب وهكون المكان واخده غيار. وسعوا لنا بقى يا رجاله زود معايا واحده واحده. طب